السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا جامد جدا ومفيد جدا جدا، ان شاء الله هجربوه وتدعولي دعوة حلوة في ظهر الغيب ان شاء الله. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم وحسناتنا جميعا يا رب. طبعا النمل ده مشكلة كبيرة جدا في كل بيت، كل بيت بيشتكي من النمل، يعني مش موضوع نظافة عشان محدش يقول لي لا ده الشقة دي مش نظيفة فعشان كده موجود فيها النمل، لا خالص والله. انا على طول عن نفسي انا ايدي في الحاجه على طول، وبفضل الله يعني مش بخلي حاجه عندي متسخه ولا اي حاجه، وبمسح دايما بالجاز او بالديتول على حسب. بس سبحان الله النمل ده لازم منه في الصيف لازم. فانا كنت جربت وصفه اللي كده قلت لكم عليها اللي هي بالخل، خل التفاح، هي جميله جدا للفايش اللي بيطير، تمام، اللي بيطير حلوه قوي. بس بالنسبه بقى للنمل لا مش قد كده الصراحه، وحلو قوي للدبان برضو بس للنمل لا، خلي التفاح ما ينفعش معايا للنمل. انا جربت الوصفه دي فحبيت افيدكم بيها وان شاء الله تستفيدوا بجد ان شاء الله باذن الله. يعني الموضوع النهارده مش فيديو بس، لا انا عاملاه والله عشان ان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا وكلنا نستفيد منه. يعني انا جربته وحبيت افيدكم معايا، فانا جايباه من منظفات اهو زي ما انتم شايفينه، اهو موجود طبعا في اي محل منظفات هتلاقيه هناك عنده، هتقولي له انا عايزه، هو اسمه القاتل، تمام، هتجيبيه وتروحي جايه على طول رشه بيه. هقول لك هتستخدميه ازاي وهقول لك ازاي تبعدي عن الحاجات اللي ما ينفعش ترش عليها، هقول لك على كل حاجه النهارده ان شاء الله اثناء الفيديو. اهو زي ما انت شايفاه انا جايباه ب 17 جنيه وفي اماكن تانية موجود فيها ب 15 جنيه، بس انا كنت يوم ما اشتريته ب 17 جنيه في محل منظفات زي ما قلت لك، اي محل منظفات موجود عنده، تمام. بس الافضل لما تيجي تشتريه من محل منظفات يكون انت ضامنه المحل ده بيجيب حاجات كويسه، يعني مش بيروح يجيب الحاجات التقليد ويبيعها، عشان انت عارفه طبعا كل حاجه منها تقليد واصلي. فلما تيجي تشتريه الاصلي بتاعه يكون من محل واثقه، الراجل دوت بيجيب كل حاجه من النظيفه من الحلوه، تمام. زي ما انت شايفاه اهوت، هو 5 في 1، هو لجميع اي حاجه من الحشرات الزاحفه، اي حاجه يعني صراصير، نملي، اي حاجه بتسحب في الارض يعني هتروحي رشه في الارضيه هيخليها يقضي عليها تماما. هو مبيد قاتل يعني بيقضي على الحشرات الزاحفه تماما. يعني انا جربته زي ما بقول لك، وبعد ما جربته ولقيت فعلا النتيجه بتاعته ابهرتني، فحبيت برضو ايه اللي انا اقول لكم عليه وافيدكم بيه. ولازم طبعا كلنا نفيد بعضينا باي حاجه حد يستخدمها، ان طبعا مشكله النمل دي موجوده في كل بيت زي ما قلت لك. فيلا بينا كده نشوف هنستخدمه ازاي وهنعمل ايه قبل ما نستخدمه عشان خاطر طبعا ايه ما تضرش الاطفال الصغيرين. هو اولا كمان هستقول لك اللي هو ملهوش اي ريحه، يعني انت ما ترشيه مش هيطلع لك اي ريحه في الشقه ما تلاقيش، يعني مش هيتعب الصدر الاطفال ولا صدر الكبار ولا الكلام ده خالص. يعني عذرا بس على صوتي تعبانه جدا فبسجل معاكم وانا زوي تعبانه. فيلا بينا بقى نشوف الطريقه نستخدمه ازاي. اول حاجه طبعا زي ما انت شايفه كده اي حد عنده ركنه بتعملي ايه، بتلاقي النمل ماشي على الركنه للاسف، مع انك منفضاها ومسحاها وعامله كل حاجه، بس ما تعرفيش النمل طبعا من الحر بيبقى هايج وبيمشي على اي حاجه في الشقه من كتر حر، هو مش عارف يعمل ايه بالظبط، يروح فين ولا يجي منين. يعني مش موضوع ان انت حاطه اكل حاطه عيش حاطه حاجه، لا خالص والله العظيم، هو مش موضوع كده نهائي. هو النمل زهقان وطهقان زينا احنا بالظبط، احنا حرانين وزهقانين وهو كذلك. فزي ما انتم شايفين كده ادي الركنه معانا اهيت، انا طبعا بلاقي النمل ماشي عليها للاسف مع انها تبقى نظيفه وكل حاجه. فهنروح جايين عاملين ايه عشان طبعا نرش الرش بتاعنا المبيد، هنشيل المخدات بالشكل ده تمام كده، وهنعمل ايه دلوقتي بقى، وتشيلي كمان الشلته دي كده تشيليها، ما ينفعش ترش على الشلته من فوق. طب ليه؟ عشان خاطر طبعا انت لو عندك اطفال او اي حاجه ما ينفعش يحطوا ايديهم على الرش اللي انت رشتيه، هو ملهوش ريحه بس برضه مضر على الاطفال اللي هما يلمسوه، وانت كمان مضر برضه عليكي لو انت اللي لمستيه وحطيت ايدك في عينيكي. فانت لو عندك جوانتات ولا حاجه وانت بترشي البسيه احتياطي برضه، هو مش بيطلع حاجه بره يعني، وانت بس كده بترشي مفيش اي مشكله، وهترشي بسرعه وتغسلي ايديكي مفيش اي حاجه. بس طبعا زي ما قلت لك ما ترشيش خالص على اي حاجه طفلك بيحط ايده عليها. فهنعمل ايه، هنجيب شايلين الشلته تمام، وبعد كده بقى هنجيب الرشه، هو زي ما انت شايفاه اسمه قاتل 5 في 1،
اهو زي ما انت شايفاه كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي بقى؟ بصي بقى، بصي بقى، شايفه بقى الجنب ده كده اهو، الجنب ده كده شايفاه اهو، الجنب ده كله كده ترش عليه، مش هترك الازازه ولا اي حاجه، امسكيها كده على طول بسم الله، وتسمي كده بسم الله وترش عليها اهو، سمع؟ هترش طبعا على القاعده كلها، القاعده كلها من تحت كده ترش عليها داير كده ما يدور. طبعا مش هترش خالص على المسند، ابعدي خالص عن المسند، طبعا العيل بيحط ايده على المسند فما ينفعش تحط ايه ترش على المسند. بعد ما رشيتي كده بالشكل ده طبعا مفيش ريحه، مفيش اي حاجه، تلاقيش مش اي ريحه خالص طالعه، حطي عادي بقى الشبكه بتاعتك. بس اهم حاجه قبل ما ترشي نسيت اقول لك عليها، تنفضيها لو في اي حاجه، لو في ساعات بقى في فتفيت اكل واقعه مش عارفه ايه، لو انت عندك عيال صغيره، الحمد لله ما عنديش عيال صغيره، بس انت لو عندك عيال صغيره فمن غصب عنك الفتافيت الاكل بتقع على الركنه، فلازم لازم تروحي جايه منفضاها الاول او تعمليها بالمكنسه، وتروحي جايه بعد كده ايه ترشي بعد ما نضفتيها، ترشي وتروحي جايه حاطه بقى الشلت عليها بس كده اهو زي الفل كده خلاص، مفيش اي حاجه كده رشيناها وزي الفل، ولا في ريحه ولا في اي حاجه. تعالي نشوف هنعمل ارضيه كمان ازاي. زي ما انت شايفه كده بقى، هنيجي بقى جنب الحيطه تعملي ايه وانت بترشي اهو، هتيجي كده على الركان، الركان بتاعت الحيطه، وهتروحي جايه برده رشه عليها، برده تروحي ايه رشه عليها كده، هوريك ازاي. بصي اهو ترشي كده برده في الجناب كده. طب انت لو عندك بقى عيل بيزحف بيزحف، مش هينفع طبعا تعملي كده، ان كده العيل بيزحف ايده بتيجي في كل حاجه، هتعملي ايه تحت الفرشه؟ هتشيلي الفرشه بتاعتك كده تمام، وتروحي جايه رشه تحتيها، ترشي تحتيها الرش ده، تروحي رشه تحت الفرشه وتغطيها تمام. زي ما قلت لك لو عندك عيل بيزحف ما ينفعش خالص تعملي كده في الاركان الحيطه، عشان عيلك بيزحف وبيجي جنب كل حاجه في الشقه، ما تقوليش مش هيجي في المكان ده، بيجي، انت مبقاش واخده بالك. فطبعا عندكيش بقى وعيلك كبار والكلام ده كله، اعملي كده زي ما انا عملت، حطي في اركان الحيطه كلها اللي انت بتلاقي فيها نمل. انا هنا مش بلاقي نمل، بس ايه احتياطي يعني، بوريكي وبصور معاكي. انا مشكلتي كلها انا بلاقي النمل على الرخامه، على الرخامه بتاعت المطبخ، نعيني على طول منضفاها، وكمان على الركنه دي مشكلتي، معرفش ليه كده، النمل بيجي منين انا مش عارفه. فالنمل ده ضعف فيش، هو بيطلع كده سبحان الله في الصيف يعني. فزي ما قلت لك ادي اهوت، خدها كده سكرين شوت كده ويصوريها، ويروح عند بتاع المنظفات وهتلاقيها ان شاء الله هناك عنده بالشكل ده اهي، عامله زي الباور اللي احنا بنجيبه بنعمل بيه البوتاجاز، طبعا كلنا عارفينه نفس الشكل بتاعه اهوت، بس ده طبعا ايه للحشرات الزاحفه. خديها كده اهو سكرين شوت كده، ويروح عند تعمل منظفات وشوفيها. انا قربتها لك اهو بدون رائحه، شايفه كاتب لك ايه، و 500 مللي كمان، يعني كميه كبيره مش قليله، يعني هترشي الرشه تقعدي على اسبوع، كل اسبوع تعملي نفس اللي احنا عملناه النهارده، هتروحي جايه عاملاه. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.